في هيك تمام وسال حرف الاستاذ الى اجى تمام تفضلوا نحن مدير مدرسة جبل حارم مخيم جبل حارم ونحن في هذه المدرسة منذ شهرين نتابع الدراسة لهؤلاء الأطفال الذين يفتقرون للكثير من مقومات التعليم، لذلك ونحن تابعون لمديرية تربية حماة، فعندما نطالب مديرية تربية حماة تقول لا يوجد دعم، نقول لمديرية تربية إدلب تقول أنتم تابعون لمديرية حماة، إذا والمعلمون ما زالوا يتابعون الدراسة أو تدريس لهؤلاء الأطفال، ونفاجأ بعد كم يوم هؤلاء المعلمون سوف يتركون التدريس بسبب قلة الدعم، القرطاسية، الكتب، الراتب لهؤلاء المعلمون. عم ندرس هون بالخيام لما بتمطر الدنيا عم ينزل علينا مطر كتير ونحن هيك بنتمنى من شيء منظمة تجي تبنى لنا المدرسة لأنه معنا لا كتب ولا شيء ونحن لا خايفين إنه نصير تتلج الدنيا ونبطل دراسة ما نحن أطفال مو لازم من حقنا ندرس. أنا جدات تبيس من ريف حماة الشمالي ساكنين مخيم جبل حارم. بتجي نسمة هواء بيوقعني الخيم ما عنا كتب ولا عنا قرطاسيات ولا في عنا شيء. الله يجزيهم الخير الأساتذة بيصلون 3 أشهر عم يدرسونا مجانا